فيلم تيرميناتور الجزء الاول من اخراج جيمس كاميرون في 1984. والقصة دايرة على سارة كونور اللي كتلعب الدور ديالها ليندا هاميلتون، واحد السيدة كانت ما عليها مبيع حتى تسلط عليها واحد القتال ما تيرحمش، تيلعب الدور ديالو ارنولد شوارزينيغر، تيقلب عليها في الفيلم كامل باش يقتلها. وعلاش بغى يقتلها؟ سبويلر بالنسبة للناس اللي ما شافوش الفيلم ما بغاو يعرفوا والو، ينقزوها الثلاثة دقائق اللي جاية حيث غادي ندخل في شي تفاصيل مهمين اللي مبازي عليهم لا ميثولوجي ديال سلسلة افلام تيرميناتور. المهم كي قلنا علاش بغى يقتلها، حيت هو تيرميناتور روبو قتال عنده غلاف ادمي جاي من واحد المستقبل 2029 اللي تدمرت فيه البشريه بسبب سكاينات، واحد الذكاء الاصطناعي اللي ولا واعي براسو وخرج على السيطره بنادم، ولا تيتحكم في جميع الاجهزه والالات، وملي بنادم خاف من هذا الشيء وبغى يسالي معاه عقبيه سكاينات هو يطلق القنابل والصواريخ النوويه وقضى على الحياه في الارض والاغلبيه ديال البشر. ولكن بقاو بعض النجات اللي تادابطاو مع الاوضاع وشكلوا مقاومة ضد سكاينات وجيش الالات والروبوات اللي كيتحكم فيه، وعلى رأسهم جون كونور شاف المقاومة الشجاع اللي جمع الشمل للنجات وخلق فيهم روح القتال، واللي ولات خايفة منه سكاينات حيث ما قدرتش تقضي عليه. داكشي على استفطات تيرميناتور عبر الزمن الماضي في 1984 باش يلقى موت جون سارة كونور ويقتلها قبل ما تولده. ولكن جون كونور ساق الخبر لهادشي وحتى هو صفط واحد من الجنود ديالو كايل ريس اللي كيلعب الدور ديالو مايكل بين في سفر عبر الزمن باش يلقى مو سارة ويحميها من التيرميناتور اللي ما تيعقل على حتى شي حاجة في طريقه باش يكمل المهمة ديالو. وبطبيعة الحال القصة غادي تنكش وتمشي بينا بعيد. هذا الفيلم صدق وحقق نجاح هائل وحاز على عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم وسيناريو في ساتورن ووردز في 1985 وساتورن ووردز فيستيفال الأفلام الخيال العلمي. والمخرج جيمس كاميرون دار ليه واحد السيكول الكمالة في 1991 حتى هو فيلم رائع ومرحلة مهمة في التطور السينمائي، حيث كانوا خدموا فيه دي تكنيك ريفوليسيونير اللي كانوا ديك الساعة، وفيلم رائع يستاهل المشاهدة. غير هو من بعد كملوا مازال في هذا العالم ديال تيرميناتور وما يبسلوه، ودابا راه وصلوا للجزء السادس ولا السابع والقصة تشلضات وتخرمزات. وكاين واحد الجزء واقع في المستقبل ما بيش فيه كريستيان بير في الدور ديال جون كونور الشيف دلا ريزيستانس من اخراج جوش نيكول في 2009 اللي سماه تيرميناتور سالفيشن.